السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الفرقة الرابعة محاسبة في مادة نظم المعلومات المحاسبية بتاريخ 10/1/2021. في هذه المحاضرة هنلخص اللي احنا خدناه في المحاضرات السابقة، اللي هي عبارة عن المنهج بتاعنا. المنهج عبارة عن الباب الأول، الإطار العام لنظم المعلومات المحاسبية، يشمل على الفصل الأول بعنوان مدخل إلى نظم المعلومات. تناولنا فيه مفهوم النظام، خصائص ومكونات النظام، تصنيف النظم، طبيعة نظم المعلومات، العلاقة بين نظم المعلومات وعملية اتخاذ القرارات، أنواع نظم المعلومات، وخصائص ووظائف ومعايير تقييم نظم المعلومات. الفصل الثاني كان بعنوان طبيعة نظم المعلومات المحاسبية. تناولنا فيه المحاسبة كنظام للمعلومات، مفهوم ووظائف وسمات نظم المعلومات المحاسبية، أهمية وأهداف نظم المعلومات المحاسبية، ثم مقومات نظم المعلومات المحاسبية، ونطاق نظم المعلومات المحاسبية، ومكونات نظم المعلومات المحاسبية، وخصائص المعلومات المحاسبية، ودور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات. ودي كان فيها مجموعة كبيرة من المسائل. الفصل الثالث بعنوان تشغيل ورقابة وتوثيق نظم المعلومات المحاسبية، ويشمل على مراحل تطور تشغيل ورقابة المعلومات المحاسبية، مقومات التشغيل الإلكتروني للبيانات المالية والمحاسبية، أنواع التشغيل الإلكتروني للبيانات المحاسبية، الرقابة الداخلية على نظم المعلومات المحاسبية، ثم توثيق نظم المعلومات المحاسبية. والفصل الرابع كان بعنوان تطبيقات نظم المعلومات المحاسبية، والفصل دوت اهتم بخرائط التدفق بأنواعها الأربعة اللي احنا خدناها، وشمل على تطبيقات دورة الإنفاق، نظام اللي يشمل على نظام أوامر البيع والحسابات الدائنة والمدفوعات النقدية، تطبيقات دورة الإيرادات، وفي نظام أوامر البيع، نظام الحسابات المالية، نظام المتحصلات النقدية، تطبيقات دورة الإنتاج، تطبيقات دورة الأجور، ثم دورة الأستاذ العام وإعداد التقارير. يبقى أنا عندي المنهج بتاعي عبارة عن بابين. الباب الأولاني كان بعنوان الإطار العام لنظم المعلومات المحاسبية، ويتضمن 4 فصول. الفصل الأول مدخل إلى نظم المعلومات، الفصل الثاني طبيعة نظم المعلومات المحاسبية، الفصل الثالث تشغيل ورقابة توثيق نظم المعلومات المحاسبية، الفصل الرابع تطبيقات نظم المعلومات المحاسبية. أما الباب الثاني بعنوان دورة حياة تطوير نظام المعلومات المحاسبي، عبارة عن الفصل الأول تحديد أسباب تطوير نظام المعلومات المحاسبي وإعداد دراسات الجدوى، وتضمن أسباب الحاجة لتطوير نظام المعلومات المحاسبي، دراسة الوضع الحالي، دراسة جدوى تطوير نظام المعلومات المحاسبي، وشمل على مجموعة كبيرة من المسائل. الفصل الثاني بعنوان تحليل النظام، ونقصد به تحليل نظام المعلومات المحاسبي، وشمل على مفهوم تحليل نظام المعلومات المحاسبي، أسباب تحليل نظام المعلومات المحاسبي، أهداف التحليل نظام المعلومات المحاسبي، قيود التحليل نظام المعلومات المحاسبي، ثم أدوات التحليل، ثم تم شرح مراحل تحليل النظام، وكانت عبارة عن 4 مراحل رئيسية. الفصل الثالث بعنوان تصميم النظام المحاسبي، وده عبارة عن تصميم النظام المحاسبي المقترح الجديد، وشامل على مفهوم تصميم النظام المعلومات المحاسبي، مبادئ تصميم نظام المعلومات المحاسبي، ثم مراحل التصميم، ثم تطبيقات على عملية التصميم. الفصل الرابع بعنوان تنفيذ ومتابعة وتقييم النظام، وشمل على مفهوم تنفيذ نظام المعلومات المحاسبي، وخطوات التنفيذ، ثم التقييم. نراجع تاني، يبقى الباب التاني اللي هو دورة الحياة بتاعت تطوير نظام المعلومات المحاسبي يشمل على 4 فصول. الفصل الأول تحديد أسباب تطوير نظام المعلومات المحاسبي، الفصل التاني تحليل النظام، الفصل التالت تصميم النظام، الفصل الرابع تنفيذ ومتابعة وتقييم النظام، وهي دي دورة الحياة لنظام المعلومات المحاسبي. نتذكر سريعا، المنهج عبارة عن بابين يشمل على 8 فصول، وهذه الفصول كانت تشمل على شقين، شق نظري وشق عملي، عبارة عن مسائل وأمثلة. إن شاء الله الامتحان بإذن الله هيتضمن الشقين، شق نظري وشق مسائل. مع تمنياتي لكم